لمناقشة ملف تفاقم معاناة اليمنيين واستمرار انتهاكات ميليشيا الحوثي ينضم إلينا عبر الهاتف من اسطنبول الكاتب السياسي اليمني الأستاذ نبيل البكيري. أستاذ نبيل، بداية مرحبا بك. منظمات حقوقية عديدة كهيومن رايتس ووتش أكدت أن ميليشيا الحوثي مستمرة بانتهاكاتها مع استمرار معارك مأرب التي أسفرت عن نزوح الآلاف. كيف يمكن تفسير إصرار الحوثيين على خوض هذه المعركة رغم الكلفة البشرية والإدانات الواسعة؟ لا يمثل الملف الإنساني بالنسبة لهذه الجماعة أي مشكلة أو حرج إنساني أو قانوني أو حتى ديني، وبالتالي هذه الانتهاكات هي ممنهجة وربما هي طريق واضحة بالنسبة لديها لمزيد من يعني الضحايا ومزيد من اللاجئين ومزيد من الخراب والدمار. فسجل الجماعة حافل بالانتهاكات وحافل بالعديد من الانتهاكات الكبيرة التي لم تكن آخرها محرقة اللاجئين الأفارقة في صنعاء ولا قصف مخيمات النازحين في مارب ولا أيضا عملية القنص الدائمة والمستمرة للأطفال والمدارس والشيوخ والنساء في تعز. نحن أمام جائحة لا تلتزم هذه الجماعة بأي معايير القتال ولا بأي معايير قانونية ولا أخلاقية ولا حتى دينية. بحسب المنظمات الدولية يعني نصف النازحين من مأرب هم من الأطفال والنساء. برأيك ما البعد المأساوي الجديد الذي ستضيفه معارك مأرب على اليمنيين الذين يعانون يعني بالأساس من أسوأ أزمة إنسانية في العالم وفق تصنيف الأمم المتحدة؟ أزمة اللاجئين أزمة كبيرة وخاصة في مدينة كمأرب، هي مدينة لم تكن بهذا الحد من السكان، كان سكانها إلى 2014 لا يتجاوزون 70,000 فرد. اليوم المدينة تكتظ بأكثر من 2 مليون إنسان، معظم هؤلاء من النازحين من مناطق التي تسيطر عليها هذه الجماعة، وبالتالي هذه الجرائم التي ترتكب هي تأتي في سياق منهج لإثبات أن هذه الجماعة قادرة على البطش وبالتالي قادرة على خفض كل الأوراق. فضلا عن ذلك وأهم من ذلك هو أنه لا تشعر هذه الجماعة بأي التزام إنساني أو أخلاقي، ولا هناك أيضا رادع دولي وقانوني يردع هذه الممارسات أو يسجل انتهاكات ضد هذه الجماعة، وخاصة لم نشهد حراك دولي فعلي يعني يدين هذه الانتهاكات ويتخذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الصدد. كيف تابعت تصريح العفو الدولية إذ قالت إنه على الرغم من مرور أكثر من 6 سنوات على الحرب في اليمن إلا أن تحقيق سبل العدالة غير متاحة؟ هو قد يكون صحيح مثل هذا التعليق، لكن أيضا هذا يلقي باللوم على هذه المنظمات التي تمتلك العديد من الوسائل للرصد والمتابعة وتحريك الملفات، لأن هناك منظمات ترصد بشكل دوري وتنظر تقارير دائمة، وهناك انتهاكات مسجلة وموثقة، لكن للأسف كل هذه الانتهاكات تصبح مجرد أخبار عن المشهد ولا ترقى أو لا يتم تحويلها إلى محكمة الجنايات الدولية وإدانة كل المنتهكين لها وإصدار عقوبات رادعة بحق هؤلاء الأطراف، خاصة أنه اليمن كانت ضمن الدول الموقعة على محكمة الجنايات الدولية التي يعني بإمكانها أن تستدعي وتخلط عقوبات على من ينتهكون ويمارسون هذه الانتهاكات بحق النساء في اليمن. هناك حديث عن تواصل يعني بين ميليشيا الحوثي وواشنطن عبر سلطنة عمان، برأيكم هل سيقدم المجتمع الدولي تنازلات يعني غير محسوبة للحوثيين؟ المجتمع الدولي في الأخير هو مهتم بتحقيق مصالح هذا المجتمع الدولي وأطرافه الفاعلة، وبالتالي أنا باعتقادي أنه هناك تنازلات قدمت وتنازلات كبيرة ومخجلة، وخاصة ما يتعلق مثلا بالقرارات التي قدمتها أو بالتنازلات التي قدمتها الإدارة الديمقراطية الجديدة مع صعود بايدن وإلغاء تصنيف الحوثيين من قائمة الإرهاب. هذا أنا باعتقادي أكبر تنازل خدم هذه الجماعة وقدم لها ضوءا أخضر لمزيد من الانتهاكات ومزيد من الخراب والدمار في اليمن، وبالتالي أنا باعتقادي هذا التنازل يعني من تنازل عليه لهم في هذا التصنيف
ممكن أن يتنازلهم بشيء آخر على حساب اليمنيين وعلى حساب الرواح البحرية. طيب أستاذ نبيل، يعني بعد سنوات الحرب الطويلة أترى مثلا نهاية تلوح في الأفق القريب لحل الأزمة، خاصة وأن ميليشيا الحوثي يعني رفضت المبادرة السعودية؟ أفق الحرب لا تزال ضبابية وغامضة، وليس هناك أفق قريب لانتهاء هذه الحرب، وخاصة أنه عوامل وتعقيدات الحرب في اليمن ربما هي أشد من غيرها من المناطق. يعني نحن شهدنا نوعا من الحلول للأزمة الليبية وغيرها من الأزمات، لكن الحال في اليمن يختلف تماما. مشكلتنا أنه جزء من وجزء رئيسي من هذه الحرب وأسبابها هي أسباب عقائدية كهنوتية تتعلق بنظريات خرافية تدعيها بجماعة حكم اليمنيين بنص المقدس. وبالتالي أنا باعتقادي الذهاب إلى تفاوض سياسي مع جماعة لا تؤمن بالسياسة سيكون من العبث ما لم تنكسر هذه الجماعة العسكرية. من اسطنبول الكاتب السياسي اليمني الأستاذ نبيل البكيري، كنت معنا عبر الهاتف، نشكرك شكرا جزيلا.